بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة، وقعدت هو كنوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالاماره دوره المياه الثانيه اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطيم ولبس مايوه بفته ووقف على البحر يتبلطم ويعاكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحده ببلطيم يعاكسه لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثه اللي ما هيمشي عدل لكم مكسحه ومعلقه على باب المدرسه هنا اهو. يلا محتدم مصر، يلا يا عزام كل واحد على فصل. يلا يا حضره الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضره الناصر؟ انا بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبه والمدرسين. ده اللي الناظر برضه. انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوز والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمه. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجه. ايوه ما ادانيوش حاجه. حضره الناظر إيه؟ ام عوض بعت لك البيت ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيت اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا ستي الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ايه في السقف. الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسم ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية جواميس قاعدين في وشي. اسمع يا خانته، وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو ويلسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لكون أنا اللي ضربه. ابتدي
مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت. ياما هاتي هاتي ابوس ايدك دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي. تعالى كلك لقمه. أني مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ يا ما أنت عارفة يا أما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدخلتي دخلتي فوراً. طب يلا عملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني التوان مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. الف مبروك. الف مبروك. بس انت هنا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت ام زكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيلة. انت يا انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه، زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟